المحاضرة هاي راح ندخل شوي ديب أكتر بموضوع الكونستراكشن. المحاضرة الماضية حكينا عن عدة مواضيع، كانت اللي هي عبارة عن انتدكشن للبيم أو انتدكشن للبيم وورك فلو، وحكينا كمان انتدكشن عن الشركة اللي بتعطيني البروغرامز اللي راح أشتغل عليها. حكينا بالميدل إيست إنه أوتوديسك كثير مسيطرة، حكينا إنه هي مشتغلة كثير على الماركتينج، وإنه الأوتوديسك ريفت انتشر بشكل كثير واسع، علشان هيك راح يكون موضوع الكورس تبعنا إذا أنا كنت بدي أحكي عن السوفت وير اللي أنا راح أشتغل عليه في البيم وورك فلو. حكيت انه بعده راح يدخل معي، او خليني احكي انه داخله هذا البرنامج راح اتفرع لتخصصين بهذا الكورس. الاول اللي هو اركيتكتشر، واللي راح اكون انا كتير ماشي ديب فيه وادخل في كل مواضيع. وحكينا عن الستركتشر اللي هو اذا كان الاركيتكت راح يضطر يشتغل شغل له دخل بالستركتشر، فهو راح يضطر يستخدم مجموعة عناصر. هاي العناصر راح نحكي عنها كمان في الكورس تبعنا، ونكست راح نحكي عن برامج تانية مثل النافس ووركس. حكينا كمان انتروداكشن هيك صغير عن اليوزر انترفيس للريفت، وحكينا شو التولز الموجودة في الانيشيال يوزر انترفيس، وحكينا انه برضو في عندي اشي اسمه ريسورسز، وهاي الريسورسز راح تعطيني ابيليتي ان انا ادخل على مور ذان وان توبيك، يعطيني ability ان انا اشوف اشي يساعدني باني انا افهم هذا البروغرام اكتر. وحكينا كمان انه في عندي templates بهذه الاريا، وحكينا في عندي 3 environments للريفت. اولهم اللي هي project environment، وهي اللي كتير مستخدمة واللي هي dominant واللي هي دائما راح يكون شغلي فيها، واللي منها واللي عليها بيكون الانبوت واللي منها بيكون الاوتبوت. وحكينا الانفايرومنت الثاني اللي هي الفاميليز، وحكينا انه الفاميليز تنقسم ل 2 environments. الأولى راح تكون اللودبل الفاميلي انفايرومنت، واللي هي حتعطيني ability أشتغل على البلوكس اللي كنت أشتغل عليها في الماكس وفي الأوتوكاد. صرت اليوم أنا بشتغل على إشي اسمه فاميليز، وهاي الفاميليز هي عبارة عن كل الأشياء اللي أنا راح أستخدمها أو الكومبوننتس اللي راح أستخدمها لحتى أقدر أطلع في البروجكت تبعي. الانفايرومنت الثانية اللي هي الكونسبشوال ماسنج، حكينا اذا انا بدي اشتغل اشي اورجانيك، اشي فولدنج، اشي ديكونستراكشن، اشي اب نورمال او شكل مش منتظم وانا مش قادر اطلع فيه دايركت من البروجكت انفايرمنت، بروح بعمل كونسبشوال شيب اللي انا بدي اياه جوا الكونسبشوال ماسنج، بعدين بعمل له لود انتو بروجكت وبحول عناصره او السيرفيسز تبعته ل components هتعطيني ability اطلع في البروجكت تبعي. دخلنا بعد هيك حكينا انه انا اذا كنت architect، فاذا بدي اخذ the simplest template اشتغل عليه راح يكون architectural template. حكينا انه احنا دخلنا على user interface، وحكينا انه هو user interface كتير friendly، كل التولز انا موجودة امامي على الشاشة، وعندي ability ادخل على اي panel انا بدي اشتغل عليها. حكينا انه في عندي انا اكتر من تخصص بقدر يشتغل على برنامج الريفت، اركيتكتشر وستركتشر وسيستمز، ولما احكي سيستمز انا بكون بحكي ام اي بي، ميكانيكال الكتريكال اند بلامينج. حكينا انه انا في عندي شيء اسمه بروبريتيز بانل، هتعطيني ابيليتي اتحكم بخصائص اي عنصر انا ماسكه، اذا ما كنت عامل اي سيلكت على اي اوبجكت هتعطيني ابيليتي ان انا اتحكم بخصائص الفيو اللي انا موجود فيه. حكينا انه في عندي بروجكت براوزر، والبروجكت براوزر حكينا انه حيعطيني ابيليتي ان انا انتقل بين الفيوز اللي انا بشتغل عليهم او الشيتس او الفاميليز او اللينكس او وات ايفر. اذا بعمل سلايد داون راح الاقي كل التايتلز او كل الكاتيجوريز الموجوده عندي. والورك سبيس حكينا شو اسمه، فيو بورت. هيك انا بكون هيك بريف صغير عن المحاضره الماضيه. اليوم بدنا ناخذ شوي المحاضره باسلوب شوي مختلف، اللي هي انا كيف لازم اشتغل جوا الريفت. يعني لما ابدا شغلي، هل انا خلص بفتح المشروع وبلش اعمل موديلنج زي البرامج الثانيه زي 3 دي اس ماكس؟ ال 3 دي اس ماكس اذا فتحته سواء بلشت من الروف ولا بلشت من الجراوند ولا بلشت من اليمين ولا بلشت من اليسار، نفس الشيء الاوتوكاد بلشت ارسم بلان لسكشن لاليفيشن، اتند انا راح اطلع في البروجكت تبعي حسب انا شو بحب اشتغل. الريفت كمان حسب انا شو بحب اشتغل، تمام. بس في ورك فلو معين، هذا الورك فلو اذا انا اتبعته هو بسهل علي عمليه فهم المشروع، واتفر كان الشيب او الديزاين اللي انا بدي انجزه في البروجكت، سو ات ذا اند انا راح اوصل له اذا مشيت بستبس معين. وهي الستبس هي عباره عن سيميوليشن للسايت كونستراكشن في الرياليتي. علشان هيك اذا انا بدي افهم شو اللي بصير في السايت بالاول، فخلينا مع بعض نشوف هذا الفيديو، تمام. هلا انا راح اسرع شوي، والفيديو هذا بيعمل simulation the site construction from day one لحتى الhanding over. فأنا بدي أشوف
ايش الاشي اللي I need to simulate خلال عملية الرفع جوا الريفت او الشغل جوا الريفت على اساس ان انا اطلع بشيء مشابه او بشيء اريح ليوصل للشبه للبروجكت اللي موجود في الرياليتي. فبلاحظ انه اول ما بلش البروجكت حدد البلوت تبعه تمام، حدد الباوندريز اوف ذا بلوت، بعدين بلش يعمل جريدنج للسايت كتير واضح عندي شو اللي عم بصير، بعدين بلش يعمل كات اند فيل اكسكافيشن للسايت تبعه، حدد بعدين البيلدينج بعد او البيلدينج خلينا نحكي سلاب اون جريد، حفر السايت تبعه. هلا بنشوف كيف راح يعمل. هون خلص عملية الحفر وبلش يحدد أماكن البناء اللي بده يشتغل عليها زي ما بنشوف هون بهذا المكان. جريت، وبلش يعمل الرام تبعته هون. وهون بلش يعمل بيلدينج باد وبلش يعمل فاونديشنز ويطلع بالكولومز تبعونه. إذا بطلع على الجهة الثانية عمل بيلدينج باد تاني طلع بالريتينينج وولز، وهلا راح بلش يطلع بأعمدته هون. يس، وهون هي اذا بلاحظ طلع بالتسليح الاعمده وبلش يعمل الطوبار تبع الاعمده وراح يصب ديفينتلي تمام. هون عمل السلاب اون جريد واكيد راح يطلع في او طلع في الفاونديشن، وهلا راح يطلع بالكولومز. بلاحظ هون طلع عندي كولومز وهون نزل بصبيه الدرج. خليني اكمل. الكرينز برضه موجودة في السايت، هذه برضه في معلومات راح تدخل في البروجكت. السايت اوفيسز الكارافانز الموجودة، السايت كونديشنز، بلاحظ الأعمدة بلشت تطلع، الجدران بلشت تنصب. هلا از انه انا عم بشتغل ببيم ورك فلو سو كل شيء بده ينزل في البروجكت تبعي. هلا مش شرط كله ينزل في الريفت موديل، بس معلوماته تكون موجودة. إذا كانت الكوماند داتا انفايرمنت اللي أنا عم بتعامل معها هي الأوتوديسك ليتس سي بيم 360، فهو برضه في دوكيومنتس راح تنرفع سواء كانت سايت تمام، وفي لها دوكيومنت لحاله بيتسلم وين راح نحطوا السايت أوفيسز، وين راح نحطوا الكرفانات، وين راح نحطوا الكرينز. يس، أنا بحكي عن المشاريع اللي بالسكيل الكبير بيكون في تيم كامل موجود في السايت. نكمل. هلا بعد ما طلع في الأعمدة هدول راح يبلش شو يعمل؟ العقدات. فبس نستنى عليه شوي لأنه هو هاي أسرع إشي بالنسبة للفيديو. شايف هدول الحديد تبع الأعمدة والتسليح تبع الأعمدة، وهذا إحنا بنسميه فولس وورك سبورت اللي هو الجكات وكذا، هذا كله، وبرضه حتى كمان السقالة أو السقايل إحنا بنسميها في الأردن، برضه هذا كله إله دوكيومنتس من الكونتراكتر بتتسلم لحتى يعرف ايش الشغل اللي بده يسلمه او ايش الشغل او البروسيجر اللي بده يمشي فيها وشو كميه الاشياء اللي راح يحتاجها في الموقع كسبورت. فا اتس نوت اونلي اباوت ذا دروينجز للبروجكت اتسلف عشان كيف شكله، لا كمان كيف بنبنى. خلينا نكمل شوي. هلا بلاحظ بلش يصير في جدران، اعمده، فساد، او خلينا نحكي وولز خارجيه. بلاحظ هون صار في عندي في الموقع شيء بيلدينج ستيل ستراكشر، بلش اعمل كلادنج كمان على الاعمدة اللي عملها، في ارتشز او الشكل بلش يبين للمبنى، جوا بلش يصير في ستيل ستراكشر. بستفيد انا هون انه صار في عندي تو سيستمز، صار في عندي كونكريت وصار في عندي ستيل ستراكشر. هون بلش يعمل الردم او بلش يعمل الفل. بلاحظ هلا انه هون بلش بالجهة الأمامية للمبنى كمان يعمل فل، اللي هو طلع بالبيسمنت عمل الريتينينج وولز، عمل العزل، بعدين بلش يحط الردم عزل أو بلاش عزل، خلينا نحكي إنه يحمي الستيل ستراكشر اللي عم بعمله من العوامل الجوية اللي عم بتصير حواليه. I think لهون بكفي، يعني هو راح يكمل لي البروجكت للآخر لحتى يوصل معاه البروجكت للفاينل إيمج تبعه، وبعدين يبدأ يعمل في الإكسترنال وورك او بالسايت بلان او باللاندسكيب الموجود عندي برا لحتى يسلم البروجكت الهاندنج اوفر او مرحله الهاندنج اوفر للبروجكت. حكينا في المرحله اللي بعدها بيدخل البروجكت في مرحله اللايف سايكل الرننج الاوبريشن
والمينتنس. نروح على الريفت. Let's say اني انا فتحت برنامج الريفت وهلا انا بدي ابلش whatever البروجكت اللي انا بدي اشتغل عليه. اليوم ما في عندي بروجكت معين انا بدي اعمله، بس بدي ابدا او في مرحله البدايه تبع البروجكت تبعي. حكينا انه الكونتراكتور لما راح على الموقع هناك بعد ما اخذ الدروينجز او الديزاين الدروينجز اللي اخذها الايشيت فور كونستراكشن، تمام، او اللي هي اخذها من التندر، فهو راح يروح على الموقع تبعه. اول شغله راح يعملها الكونتراكتور انه يعرف وين مكان هذا الموقع. مسك الديزاين درونز اللي اخذها سواء للاي اف سي او الاي اف تي واللي هي الاوثرايز او اللي ماخذ الابروفلز، ونزل على السايت. اول شيء بيعمله بيحدد موقعه، صح؟ سو في الريفت انا راح اروح على مكان يعطيني ابيليتي ان انا شو اعمل، ان انا احط الموقع تبعي اللي هو لو انا رحت على ماسنج اند سايت اعطيني ابيليتي ابدا ارسم البروجكت تبعي، تمام. وهذا البروجكت او لما ابدا احط التوبوغرافي تبعتي راح تعطيني ابيليتي اعمل اللي هي خطوط الكونتور تبع الموقع اللي انا بشتغل فيه، وات ايفر كانت التوبوغرافي اللي انا عم بشتغل عليها. اوكي، عملت ابلاي وكنت موجود في الدروينج اللي اسمها سايت، راح تبين معي. بعد هيك بقدر انا اعدل عليها، احط البيلدينج باد اللي كان من شوي عم بعملها الكونتراكتور، واحدد الليفل تبعها وات ايفر كان الليفل اللي انا بدي اياه، مثلا ماينس 1000، وجيت حكيت له apply. فانا راح الاقي انه انا اذا رحت على 3D راح يعطيني ability ان انا اشوف انه المبنى تبعي انحط، سوري، الاوفست اللي حطيتها هناك كانت عبارة عن اوفست في الباوندري. فجيت هون عملت البلينج باد وحطيت انا انه انا بدي اياك تحفر لي الموقع تبعي متر او مترين او ثلاث او whatever المسافة اللي انا بدي اياها. سو انا I could simulate what happens inside. هلا غير هيك انا في عندي كمان ability ان انا احدد وين اللوكيشن تبعي بالنسبة للبروجكت اللي انا بشتغل عليه، وهذا مش اليوم رح ندخل فيه، رح ندخل فيه خلال الكورس تبعنا. عندي ability احدد الكوردينيتس تبع البروجكت اللي عم بشتغل فيه. سو انا بحط البروجكت تبعي على الريل وورد كوردينيتس. بهاي الطريقة انا حددت المرحلة الاولى من البروجكت تبعي. هلا let's say اني انا بدي اشتغل بروجكت في الريفت. انا بالنسبة لي بفضل انه دائما استخدم ثلاث خطوات اول ما افتح البروجكت تبعي، بعد ما اكون انا حددت ايش التمبلت اللي انا بشتغل عليه. يعني حددت انه انا اركيتكت بشتغل على التمبلت الفلاني، سواء كان اركيتكتشر او تمبلت الشركة اللي انا بشتغل فيها او التمبلت تبعي اللي انا متعود اشتغل عليه كفريلانسر، تمام. سو حددنا what is the template. دخل جوا الريفت، اول شيء لازم اعمله دائما ان انا احدد شو اليونتس اللي عم بشتغل فيها. هل انا بشتغل بالمتر، بالمليمتر، بالانشز، بالسنتيمتر، وات ايفر الشيء اللي بشتغل عليه. فبروح يو ان اختصارها بوصلني لشيء اسمه بروجكت يونتس. اذا كنت بدي اروح عليه بالماوس فباخده من مانج، وفي شيء هون عندي اسمه بروجكت يونتس. هلا ضروري نعرف انه حسب ريزوليوشن الشاشه بيطلع شكل الايكونز الموجوده عندي هون. يعني مرات ممكن نلاقي انه هاي الايكونز كتير صغيره او بدون اسماء، يعني موجود الايكون بس ما لها اسم. واذا عملت انا دبل كليك هون عم بتغير الشكل الموجود. سو صارت هاي عباره عن ايش؟ عباره عن منيو. سو انا بدي اكون عارف ايش اللي عم بصير معي. دبل كليك مره ثانيه على المنطقه الفاضيه تغير شكلها مره ثانيه. سو ما اخاف او افكر انه اليوزر انترفيس تبعي خرب او البروجرام فيه مشكله. خليني اكون دائما عارف ايش الريزلتس اللي عم بتكون عندي على السكرين. هلا اول شيء حكينا راح نحدده اللي هو اليونتس اوف ذا بروجكت. هلا مرات يمكن فلان ما بحب يشتغل بالمليمتر او بحب يشتغل بالمتر، سو بيدخل على هذا المنيو يكبس على اليونتس وبغيرها لوات ايفر اليونت اللي بده يشتغل عليه. انا بالنسبه لي بحب او متعود اشتغل بالمليمترز. راوندنج اللي هي ها كم ديسمال بليسز انا بدي اشوف بعد الفاصله، او اذا انا كنت بدي اقرب الرقم لارقام معينه. يعني ان جنرال بالحياه ما حدا بيشتغل بالملي، يعني ما بيكون شغله مثلا 1 ملي و2 ملي و3 ملي. يوجوالي اذا بده يشتغل بالملي فهي راوندنج اوف 5، فهو 5 10 15، وهذا ان كيس بده يكون كثير اكيرت. هلا بالاردن لا ما بيشتغل بالمليمتر، بالاردن بيشتغل بالسنتيمتر، والراوندنج بيكون خمسات، يعني 0 5 10. هلا هون في قطر لا، اكثر الشركات او كثير من الشركات اللي انا تعاملت معها بيشتغلوا بالمليمتر. جزء منهم بقرب خمسات، جزء منهم بتركها از ات از، يعني 1 و2 و3 من المليمتر، ما عنده مشكله في الموضوع. بس اذا جينا للرياليتي ما في حدا بالكوكب بجوز بيعطيني الاكيوريسي للمليمتر.
يعني بالسايت ما راح يعطيني بالملي القياس، ممكن يعطيني اياه بالسانتي، بلاستر شوي فرق معه، تبليط شوي فرق معه، وهذا ما عندنا مشكله فيه لانه مش هالكلاش او مش هالخطا الكبير اللي بصير في السايت. بعد هيك اذا انا كنت بدي ابين السيمبل لليونت اللي انا عم بستخدمها، اذا كان في ميجرمنتس او في دايمنشنز انا عم بستخدمها، هدول بصفوا حسب اليوزر هو شو بحب يبين او شو بحب يشتغل، وحسب الستاندرز تبعت الشركه اللي انا عم بشتغل فيها اللي بتشتغل باليونت الفلانيه او باليونت الثانيه، وكيف بتبين الدايمنشنز على التايتل بلوك او على الدروينجز اللي عم بتقدمها. فهذا ما في حدا بيلزم فيه الا الشركه او الستاندرز اللي بنشتغلهم.